فاليوم هنحكي شوية عن فلسفة اللغة وعن أكتر شيء عن موضوع التواصل. يعني هو يعني فلسفة فيتكنستاين أكتر شيء كانت مرتكزة على التواصل وهلأ بفسر لك. فاسمه زيز الحرير في علبة الكبريت، يعني هي التشبيه أو الأنالوجي عن زيز حرير في علبة الكبريت. من نعود يعني في سياق الحلقة نشرح ما معنى هذا. وسنتكلم يعني في طريقة يعني كوندنس مكثفة لكن يعني قصيرة عن يعني بعض الأفكار في فلسفة فيتكنستاين وتداعياتها والردود عليها وهكذا أمور. فهدف يعني هدف هذه المقدمة أنه ليست يعني بنطاق ملحد ومؤمن وكل هذا، هي ممكن أن تساعد في فهم اللغة والتواصل ما بين الملحدين والمؤمنين وما إلى هنالك، لكن يعني هي حلقة أكثر فلسفية، يعني مش حلقة دينية أو حلقة يعني لدحض الدين أو ما شابه يعني. فيعني هذا يعني هذا إذا بدكم المقدمة صغيرة لما سوف أطرحه. فسوف نبدأ في لودفيك فيتكنز. هو فعليا يعني فيلسوف. هلا كان عنده في حياته مرحلة، يعني في مرحلتين. المرحلة الأولى كان قريب فيها لحلقة فيينا سيركل، فكان يعني تقريبا أو قريب إلى من يناصر فكرة اللوجيكال بوزيتيفيتيزم، يعني فينا نحن نكتب الرياضيات واللغة على أسس منطقية. يعني هلا رجع عمل كتاب اللي هو التراكتاكس، او نحن بنسميه تي ال بي لانه اسمه تراكتاكس لوجيكو فيلوسوفيكس. فبكتاب التي ال بي كان عنده تقريبا هالنظره، كان يدافع عن البيكتشر ثيوري اوف لانجوج اللي هلا بشرحها. فكان عنده افكار معينه وما له هنالك، وكتب كتاب واعتقد هو انه خلص، يعني اعتقد انه تقريبا حل مشكله الفلسفه وفسر مشكله صعوبه التواصل واللغه، وراح حتى عمل نجار اللي بده يشغل ايديه انه زهق من كله فلسفه وحكي وشغل دماغ، قال بده يشغل ايديه فعمل نجار وخلص وترك الفلسفه. بعدين بعد سنوات عده رجع للفلسفه وكتب كتاب ثاني، يعني هو اسمه Philosophical Investigations أو تحقيقات فلسفية. هذا الكتاب الأكثر شيء بهمنا بهذا النقاش، بس أنا راح أتطرق لأفكاره بالكتاب الأول، يعني مش منوش الكتاب الأول، كان كتب كتب قبله، بس سأتطرق لأفكاره بالكتاب السابق حين ما كان مقرب من حلقة فيينا وبرتراند راسل وكل هذا. وسوف أتكلم في كتاب كتبه لاحقا اللي هو Philosophical Investigations، أنا برأيي بيطرح بثاني كتاب يعني أفكار أفضل يعني، وبيصحح بعض الأخطاء اللي وقع فيها. طيب، فبس يعني معلومات عن لودفيك فيتكنستاين. هلا هو لودفيك فيتكنستاين من هو وكان صغير كان عنده مشكلة في النطق، يعني كان يتأتأ، كان عنده ستاتر، يعني مع احترامنا اللي عنده مشاكل في النطق، بس مثلا نكتي ما بيقول لك، تقول له واحد عنده مشكلة في النطق يقول لك خريطة، بيقول لك خرخ خريطة، يعني هو كان هيك بالتصفيق. فكان عنده هو صغير مشكلة في التواصل مع الناس، وحتى هو طبعه غريب، فكان دائما عنده عصبية وحدية ويقع في مشاكل مع الناس الأخرى، وكان عنده صرام، يعني كان عنيد جدا وعنده صرامة وهيك، يعني جدا مستفز هو ويستفز بسهولة ويترك النقاش ويطلع ويعمل ويساوي، يعني كان من هالنوع. حتى أحد القصص عنه لما كان فيلسوف، كان فيلسوف العلوم كارل بوبر بعده شاب، فبيكون عم بيناقشوا كارل بوبر لفيتكنستاين بموضوع ما، هذه حسب يعني ما رواها كارل بوبر، فبيستفزوا كارل بوبر لفيتكنستاين. فبيروح فيتكنستاين بيجيب شيش حديد، هذا اللي بتحتش فيه الشمنان، يعني شيش حديد، وبروح بصير بلوحه بوجهه لكارل بوبر بده يضربه كمان، ويرجع بيترك النقاش.
هلا في ناس بيقولوا كارل بوبر عمل هالقصة ليشهر حاله او شيء هيك، في ناس بيقولوا فعلا حصل هذا لانه هو كان جدا عصبي، حتى انه على فترة بالنمسا كان يعلم اولاد صغار، كان بمدرسة ابتدائية فكان جدا صارم مع الاولاد، يعني كان حتى يقول لهم هنسولي محرك بخار، اولاد صغار اول ابتدائي ثاني ابتدائي، وكان يقولوا يضربهم ويقسى على الاولاد كثير، ففشل بالتجربة التعليمية، لا الاولاد مش عم يفهموا عليه حتى، وكثير كان عم بيصعب لهم للاولاد الدروس والاشياء. هلا يعني هلا في مجال الفلسفة نجح، يعني اسمه مشهور واسمه مهم لما نتحدث في فلسفة اللغة، بس الانتقاد البارز له انه فعلا ما قدم افكار لإله، يعني معظم الافكار اللي قدمها مش من ابداعه، هي افكار قبله فلاسفة قاموا في هذه الافكار وما كانت مشهورة، فهو اتى ووضعها في سياق ما وفي حلة جديدة وقدمها واشتهرت على يده، لكن معظم الافكار الذي سوف نطرحها هي فعلا يعني ليست من إبداعه، هو فقط يعني جمعها مع بعض. الفكرة الوحيدة تقريبا الناس بيقولوا اللي هي فعلا من إبداعاته هي التروث تيبلز، يعني هذه الجداول المنطق اللي نستعملها نحن اليوم في علم المنطق، هو يقال أنه أول من بدأ أن يستعملها ونحن لحد اليوم نستعملها، لكن غير هذا من الأفكار سوف أطرحها اليوم، يعني ممكن إيجاد أفكار شبيهة لها في فلاسفة ومفكرين قبل فيتجنستاين. فخلينا نفوت أول شيء بأول كتاب لإله اللي هو كتاب التراكتاكس، اللي هو اسمه القصير تي ال بي. بهذا الكتاب بيركز فيتجنستاين على نظرية البيكتشر ثيوري اوف لانجويج، يعني النظرية الصورية للغة. برأيه أنت لما تقرأ كتاب ما كيف تفهمه؟ برأي فيتجنستاين وقتها تفهمها بصور، يعني أنت بتقرأ هناك شجرة نخل قرب الشاطئ وغروب للشمس، فأنت بصير عندك هالصور براسك، فكان في اعتقاد أنه نحن بنفهم العالم عبر هذه الصور في رأسنا الذي نحن نستقيها من العالم. معنات هذا ما زال اللغة فيك تقسمها لأجزاء فعل وفاعل وما بعرف شو، والعالم فيك تقسمه لأوبجكتس لأشياء شجرة نخيل وشمس وبحر وشاطئ، فمعنى هذا فيك تفسر العالم بهذه الصور، يعني كما قلت هو نظرة فلسفية قريبة للوجيكال بوزيتيفيزم. أنا عندي مشكلة كمان نطقية فإذا كلمة فيها الذهب لازم تهجاها ببطء يعني. طيب فهي كان فكر هو قبل، فهو استعمل هذا الفكر ليقول شو؟ ليقول انه ما زال نحن اللغه تخلق لنا صور في عقلنا، فالمشكله في التواصل هو الشيء المهم عند فيتجنستاين، هو كان عم بجرب يدرك ما هي اسباب فشل البشر في التواصل في اوقات ما ومشاكله الشخصيه هو في التواصل مع الناس الاخرى، فقال لك المشكلة في التواصل هي أنني أنا بكون عندي صورة معينة استنتجتها من العالم ومستي بكون عنده صورة أخرى، فمنجي لنتواصل أنا ومستي، أنا بعتمد على الصورة اللي في ذهني ومستي بيعتمد على الصورة اللي في ذهنه، فبصير في اصطدام، بصير في مشكلة. هذه فكره القديم، بفكره الجديد عارض هذا الشيء، هلا راح أقول لكم ليش عارض هذا الشيء، بس بفكره القديم يعني من أسباب مشاكل التواصل إنه البشر عندهم صور مختلفة عن العالم في ذهنهم، فبيشوف واحد بيحكي بنفس الشغلة بس هذا عنده صورة مختلفة عن صورتي، فبيصير هناك في صدام وسوء فهم ومشكل لغوي. طيب مثلا أنت بتقلها لمرتك لزوجتك أنا عينت سكرتيرة جديدة وهي جدا جيدة في الشغل. طيب هلا مرتك أنت بتتخيل السكرتير، أنت لنقول أنت ما عندك كبد جنسي، أنت إنسان يعني شبعان سكس. فأنت بتطلع بالمرة مثل الصورة الأولى،
بتقول لا يعني هاي سكرتيرة منظمة وعم بتنظم لي اجتماعاتي وجيدة جدا. أما نفس الجملة اللي قلتها لمرتك، مرتك بتفكر أنت حاطط سكرتيرة سكسية ولبسة قصير وهيدي خطر على زواجكم وأنت خاين وما بعرف شو. يعني صورة مرتك من هالجملة اللي صارت بذهنها غير صورتك أنت عن السكرتيرة. هلا معقول أنت تكون كمان شايف السكرتيرة مثل الصورة الثانية، وتكون السكرتيرة نفسها شايفة حالها هي مثل الصورة الأولى. يعني هي عم تثيرك جنسيا السكرتيرة، وانت شايفها يعني كتير سكسي وهي ما شايفة حالها سكسي. فهي بيعمل سوء فهم ومشكل وتصادم. هذا يعني إذا بدكم أحد الأمثلة. طيب هلا بكتابه الثاني لفيتكنستاين بالفيلوسوفيكال انفستيجيشنز بيخرج شوي من هالفكرة، بيقول لك لا هو العالم نفسه اوقات غير منطقي. يعني شغله وحده فيك تفسرها يعني بطريقتين. مثلا هاي الصوره في ناس بتشوفها ارنب، في ناس بتشوفها بطه. بس هل المشكله بعقلنا نحن انه مثل ما انا اخذت السامبل، مثل ما انا اخذت المفهوم الشخصي، او في الصوره نفسها هي اللي بتحيرك؟ فبيحكي بتحقيقات فلسفيه، بيحكي عن language games، ألعاب لغوية معقدة. هذه الألعاب تؤدي إلى سوء فهم، وأكيد في سياق الحلقة راح أشرح الموضوع أكثر. بس راح أعطي يعني راح أعطي مثل واحد. يعني هي يعني اللغة مثل اللعبة، كل واحد عم بيلعب لعبة. اللغة هي أداة عندنا نحن عم نستعملها. فسوء الفهم يأتي من تعقيد هذه اللغة، وبسبب إنه كل واحد عم بيلعب لعبة خاصة فيه. يعني مثلا بموضوع مرتك كونت هالصورة من سكرتيرة لأنه هي بدها إياك تهتم فيها أكثر. أما أنت ما شايف عندك نقص تجاه مرتك، فأنت شايف السكرتيرة مرأة عادية مثلا. طيب رح أحكي بالموضوع أكثر. مثل عن اللانجوج جيمز اللي بيحكي عنها بهذا بالكتاب الفيلوسوفيكال انفستيجيشنز، بيقول لك تصور انت امام نجار. النجار بيقول كلمه واحده بس، بيقول خشبه خشبه. انت معقول تفهمها انه هو عم بيقص خشبه، فخايف الخشبه توقع، فانت لما توقع على الارض مثلا. او معقول تفهمها عم بيقول لك خشبه يعني جيب لي الخشب الثاني حتى استعملها. معقول عم بيقول لك خشبي، عم بيقول لك انت خشبي، انت رجل ما عندك مشاعر مثل الروبوت، عم بيقول لك انت واحد لوح خشب، انت خشبي. معقول عم بيقول خشبي انه الخشب اللي ماسكها بايده نوعيه جيده، عم بيقول هذه خشبه، نعم خشبه. فالمحيط السياق هو اللي بيحدد فهمك لهذه الكلمة. فكل يعني كل محاورة أو كل نقاش عليك أن تدرسه كأنه لعبة، وتشوف التفاصيل والمعطيات حول هذه اللعبة لتفهم القصد من كلمة واحدة. في كلمة واحدة يكون لها 20 30 مقصد ومعنى. مثال آخر باللغة الإنجليزية، بيزعل الأجنبي هون بكندا بيقول شت، بينبسط الأجنبي بكندا بيقول شت، بيوقع شغلة بيقول شت. بيحكي عن خرال حزال فعلي بيقول شت، كله كلمة واحدة. بس السياق واللعبة والمعطيات وكل هذه الأشياء هي الذي ترجح مقصده من الكلمة. فالتعقيد وسوء الفهم عم بيصير بسبب يعني اللعبة المعقدة، وليس فقط الصور التي نحن نخلقها. هذا حسب تفكير فيتكنسون الجديد. طيب فهلا خلينا نفوت بس بمعنى الكلمات، وإذا بدكم المفهوم الخاص للكلمات الموجودة عندنا. يعني مثلا بتقلي يا أبو لبنان شو رأيك بالحب؟ يعني بدك تاني أبحث في ذاتي حتى أجد تعريف للحب. بتقلي يا أبو لبنان ما هي العدالة؟ ما هو الألم؟
بدك كان يبحث عن مفهومي الخاص جواتي. حسب فلسفة جون لوك أو لوكين interpretation of language، بيقول جون لوك إنه المفهوم اللغة هو يعني في الأذهان، يعني الكلمات ترمز إلى معاني في الأذهان خاصة في كل إنسان. يعني أنا أبو لبنان عندي مفهومي الخاص عن الألم، مستي عنده مفهومه الخاص عن الألم، فنحن نقيس العالم حسب هذا المفهوم الخاص فينا. فيتكنستاين بفكره شديد بيعارض هذا الشيء، هلا بشرح كيف. قبل ما اشرح كيف فيتكنستاين بيعارض، الاعتراض التقليدي على جون لوك هو الميموري سكبتسيزم، الشك في الذاكره. طيب بيقول لك، طيب هل فعلا انا بذاكرتي عندي معجم يربط كل مفاهيم الخاصه، الانر اوبجكت، الاشياء الداخليه اذا بدكم، في اشياء خارجيه في العالم؟ هل فعلا في هذا المعجم؟ ما انا انسان محدود في الذاكره. حتى العلم الحديث يثبت انه انت كانسان عليك ان تنسى حتى تتذكر. يعني حتى في ابحاث بتقول مجرد انا عم بتذكر شيء، يعني انا عم بنسى اشياء اخرى. يعني عرفت شيء وغابت عنك اشياءه، بس حتى لو اشياء انت كنت تعرفها. فهيدا انا حطيت سكرين شوت مثلا لاحدى الارتكلز عن هالموضوع، بتقول لك to remember the brain must actively forget، لتتذكر الدماغ يجب ان ينسى. فاحتماليه وجود هكذا معجم فعلا يحدد استعمالنا للغه بحسب مفهومنا الخاص مشكوك فيه، لانه نحن الذاكره عندنا فعلا لا تحتوي كل هذه المفاهيم الخاصه. فماذا يحددها فعلا؟ يعني ماذا يحدد معاني الكلمات واللغة؟ طيب، فهنا بس لأخذ بريك صغير. نشرة فري. طيب، فهنا يدخل فيتكنستاين، بيعطيك مثال زيز الحرير في علبة الكبريت. بيقول لك كلنا عندنا علبة فيها شيء ما. البعض يعتبرها زيز مثلا، البعض يعتبرها فارة، بس هناك بالعلبة فيها شيء ما. كل شخص فيه يفتح العلبة وينظر داخلها قليلا ليدرك قليلا ما موجود عنده، لكن لا أستطيع أن أنظر في علبة الشخص الآخر. يعني أنا ما فيني أشوف شو عنده مستي بعلبة الكبريت تبعه، هو بس مستي في يفتح علبة الكبريت شوي ويشوف، أنا ما فيني. كل إنسان هكذا. فهو بشبه المفاهيم الخاصة كزيز في علبة الكبريت، أشياء لا يعني لا يراها الأشخاص الآخرون ونحن بالكاد نراها. طيب، لكن أنا بقعد أنا ومستي وأنا وباسل وأنا وأصحابنا نحكي في موضوع الألم، مع أنه الألم مفهوم خاص عنا، وكل واحد هالزيز عنده فيكون مختلف. يعني أنا فيكون عندي زيز أزرق، مستي فكرة عنده فارة بالعلبة مش زيز، شخص تاني بيكون عنده صرصور، شخص تاني بيكون عنده دبانة، بس كلنا نحكي بالألم مع أنه مفهوم الألم يختلف عندنا، ونحكي في تجانس عن الألم. فحسب فيتكنستاين بسبب هذا المفهوم الخاص ليس له أي معنى، هو يختزل نفسه بنفسه، لأن نحن لا نعتمد عليه، نحن نعتمد على شيء آخر حين نتحدث، نعتمد على اللعبة اللغوية، على السياق. أما مفهومنا الخاص لا يراه الآخر ونحن لا نستعمله، لأنه إذا فعلا مفهومنا الخاص يختلف ما فينا نحكي في شيء اسمه الألم. أنا عندي الألم غير عند مسلم، بس نحن فعليا بالعالم الواقعي لا نحكي عن الألم وعن الحب وعن الغرام وعن الكراهية وعن أشياء أخرى والعدالة، بس ما كل واحد منا عنده مفهوم خاص بهذا الشيء. فيعني معنى التشبيه أو الأنالوجي تبع عزيز الحرير في علبة الكبريت بيقول لك إنه المفاهيم الداخلية تختزل بعضها فهي غير مهمة. ما يحدد معنى الكلمات والمفاهيم هو يعني التواصل نفسه. لما أنا أتواصل معك نحكي في الحب،
هذا بيقرر نحن شو قصدنا بكلمة حب. لا مفهومك أنت الخاص ولا مفهومي أنا الخاص. طيب هلا بدناش نعقد الأمر كثير، بس نحن حكينا بالمفاهيم الخاصة بالإنر أوبجكتس، بالأشياء الداخلية. عريف أحمد عنده كتاب Critical Guide to Wittgenstein's Philosophical Investigations، بيقول لك حتى الأشياء الخارجية الأوتر أوبجكتس، يعني حسب البيكتشر ثيوري اوف لانجويج، النظريه الصوريه للغه، صعب فعلا تجد اوبجكتس ما فيك تزغرهم تعتمد عليهم كرفرنسز لغويا. وبيعطي مثال عن هذا كيف انه حتى الرفرنسز بيختزلوا بعضهم. حسب نموذج فيتكنسون بيقول لك تصور في عندك كلب اسمه راكس. طيب انت لما بدك تقول لغويا راكس، تتصور صورة راكس، يعني حدود جسم راكس الكلب، انه هيدا يشير الى راكس. بس بيقول لك عريف احمد، بيقول لك طيب كل العالم، يعني كل العالم من عدا راكس، اذا بتاخد كل العالم، الشجر والسماء والنجوم والبيوت والما بعرف شو، وتختزل فقط راكس، كمان هذه الصورة كمان تشير الى راكس. طيب بلكي انت بدكش جسم راكس كله، بلكي بدك راس راكس نفسه اللي انت مفكره راكس، وجسم من لواحق، يعني كمان فيك انت تفكر براكس وتفكر بس بوجهه، ما ضروري تفكر بجسمه كله. ففعلا ما في اشياء او اوبجكتس محدده، ما في رفرنس محدد من العالم الواقعي فيك انت تربطه بس في صوره وحده لمفهوم خاص، او صوره وحده تستنتجها انت من اللغه، مثلا كالكلب راكس. فهالمشكلة حتى موجودة بالأوتر أوبجكتس، بالأشياء الخارجية. طيب كمان من أفكار فيتكنستاين، أكيد عم نحكي بفلسفته اللاحقة، بيقول لك ليس هناك فعلا لغة خاصة، private language، لغة بس أنت بتعرفها. لا، إذا أنا بس بعرف لغة خاصة فيي، بروح لعند مستي بقول له تك 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 تك، ما بيفهم شيء علي مستر. فساعتها انا ببطل احكي في هاللغه، لانه هاللغه ما مش عم بيفهم منها شيء مستر. اما اذا بحكي انا لغه وهو بيحكي لغه، بس في نقاط مشتركه بهاللغه، بصير في نوعا ما من التواصل. فمن الاجبار على اللغه ان تكون عامه، public language، حتى فعلا يكون في تواصل، حتى فعلا تكون لغة. أما إذا كانت فعلا خاصة فتموت، يعني ولادة ميتة. الرد فلسفيا على فيتكنستاين بيقولوا له طيب خذ مثال روبنسون كروزو. روبنسون كروزو كان على جزيرة، أخذ جوز الهند وصار يحكي معه، في يحكيها إذا أراد في لغته الخاصة، فيكون هناك في لغة خاصة. لكن الرد على هذا، طيب هل تكون فعلا لغة وهو لا يستطيع فعلا التواصل بها؟ وهل كان، يعني ما هي اللغة، يعني شو بتكون لغة ضعيفة، يعني بتكون لغة فقط شخصية له يعني. لكن في ناس بيقولوا فيتكنسون مخطئ انه يقول ابدا ما في لغات خاصة، لا، في إمكانية ان يكون هناك لغة خاصة، لكن نعم كل اللغات بطبعها تكون عامة. طيب أكيد يعني الموضوع معقد أكثر، بس أنا عم حاول يعني أجتزئ وأعطي بس ملخصات لأفكار ما. أنتم فيكم تتعمقوا أكثر وتفوتوا بفلسفة فيتكنستاين وكل هذا. حتى فيتكنستاين بيرد على فلسفة سقراط وعلى كتاب سقراطيك دايالوجز، وبيرد على الفلسفة القديمة نوعاً ما. بيقول لك السؤال ما معنى العدالة وما معنى الحق تبع سقراط، ويقعد يفكر ويدخل بذاته ويتفلسف، بيقول له هذا، بيقول لك هذا كله بلا طعمه، هذا كله ليس له جدوى، لأن المفاهيم الخاصه عن الحق والعداله عندك هي لا تطغى على المفهوم العداله والحق عند الناس. حين يناقش الناس عن الحق يعتمدوا على اللعبه اللغويه، language game. اما مفهومك الخاصه ومفهومهم الخاص يختزل نفسه بنفسه، هو ليس مهم. نرجع
يعني زيز حرير في علبة كبريت. فهو يعتقد فيتكنسون أنه كل مشاكل الفلسفة عن سقراط وغيره يعني هي كلام فاضي، يعني هي كلها فعلا مشاكل في اللغة ومشاكل في التواصل. ليه؟ لأنه أنا هذه أنا بشرحها بطريقتي، It's map versus territory. الخريطة بواجه الواقع الجغرافي والتضاريس والحياة الواقعية. فأنت عقلك وفكرك ولغتك والصور اللغوية هي خريطة، هي خريطة لكن ليست الواقع. فأنت حين تدقق في هذه الخريطة لن تصل إلى فعلا يعني اكتشافات عن الواقع الحقيقي بشكل كبير، لا. فهو بحث موت، يعني بحث لا يأخذك إلى محل ما. فهاي وجهة نظر. فهو كان فيتكنسون حتى يعتبر كل مشاكل الفلسفية هي مشاكل لغوية، يعني نحن فعلا ما فينا نعبر عن الواقع، نحن لغتنا جدا محدودة. فلما نجي نناقش فلسفة حسب مفهومنا الخاص، حسب معاني الكلمات يعني المعرفة وكل هالأشياء، نقع في مشاكل عدة. أما الحقيقة بعيدة عن هذا كله. فهي فكرة كتير ذكية يعني. طيب هلا أكيد مش كل الناس بيوافقوا يعني، بس هيدي أحد طروحاته اللي أنا بحبها. طيب فأنا يعني بدي أسألكم يعني بآخر هذا النقاش، كما قلت يعني هو نقاش وجيز مش كتير طويل، لأنه يعني فيها نحكي ساعات عن فلسفة فيتكنساين، بس أنا حبيت بس النقاط الأساسية. حابب أسألكم ما هو رأيكم؟ يعني ما هي فعلا مشاكل التواصل والفهم بين البشر عامة؟ يعني خلينا نرجع أول ما ابتدينا. يعني هل هي فعلا من وراء اللعبة اللغوية المعقدة؟ أنه أنت بتقول كلمة واحدة بسياق ما بيكون لها معنى محدد بين ألف معنى. هل هو العالم معقد؟ وهل هي اللغة جدا ضعيفة ومحدودة فنحن نقع في مشاكل في التواصل؟ أو هل الواقع فعلا سهل يعني وضعه في أجزاء وفهمه كصور في الذهن؟ يعني هل فينا فعلا نقتطع الواقع، يعني نقول شجرة نخيل وبحر وشط، وفعلا نفهم هذا الواقع بشكل صوري في دماغنا؟ والاختلاف بصير انه انت بتطلع بسكرتيرة بتشوف صورة عنا هكذا، انا بطلع بسكرتيرة بشوف عنا صورة هكذا، انا بشوفها سكسي وانت بتشوفها لا مرة جيك يعني نيرد. ف مثلا معقول انت تشوف جمال عبد الناصر تشوفه بطل قومي، انا معقول شوفه دكتاتور، هو نفس الشخص بس انا صورتي في غير صورتك فيه. فلهيك لما انا احكيك فيه ونقوم في نقاش هناك تصادم وسوء فهم، انا لا افهم لماذا انت تحب عبد الناصر وانت لا تفهم لماذا انا اكره عبد الناصر او تشي جيفارا او ستالين او كل يعني الشخصيات التاريخية. فانا حبيت اخذ رايكم بس في هذا، لانه يعني هي اذا بدكم طريقة فيتكنستاين يعني اهتمامه الاول كان في التواصل، فلهذا تعمق في اللغة. أول شيء رأى أنه الأفكار المختلفة عن العالم هي ما تؤدي إلى مشاكل في اللغة والفهم. بعدين قال لك لا، قال لك يمكن يعني قال لك مش لا بس قال لك طيب هل المفاهيم الخاصة فعلا ما لها تأثير كبير؟ لأنه أنت لما تقعد بجلسة ما مع شخص ما بتحكوا بمفاهيمكم الخاصة، لا، هي اللعبة نفسها اللي عم تلعبوها بالحوار وبالأخذ والعطي والرد هي اللي بتحدد مفهوم الكلمات وسياقها والمقصود منها. يعني بنرجع إذا بدكم للخشبة، يعني معقول إذا الزلمة معصب تفهم أنت من خشبي يعني أعطيني خشبي؟ معقول إذا عم بيضحك خشبي يعني عم بسبك؟ معقول حسب ما هو قايل لك من قبل تفهم عليه شو عم بقول بهالكلمة الوحيدة خشبي؟ هو السيناريو اللغة والحوار هو معقد فعلا في حياتنا اليومية، ليس كل شيء فيه واضح. فأنا بس بدي أخذ رأيكم عن فعلا ما هي يعني مشاكل التواصل، وهل هذه المشاكل مثلا بعالم الإنترنت ازدادت
أو هل كانت يعني أكثر حين كنا مثلا نتكلم مع بعض في الشخص وفي الوجه؟ فهذا كل ما عندي يعني، وأشكركم للمتابعة.